مساءكم خير بحلقة جديدة على وتر القانون. اليوم ما راح يكون عندنا ضيف عادي، اليوم جايبت لكم قضية فعلية. جاتني المكتب، تواصلت مع الأخ عامر العازمي. عامر أصم، قضيته كانت طبعا مع وزارة الصحة ووزارة التربية أيضا. أبي أسولف معاه علشان نشرح لكم ونقل لكم صورة كاملة على قضيته. هو أصم وعلم نفسه بنفسه شلون يقدر يتكلم. طبعا أنتم تدرون الأصم ما يقدر يتكلم. أنا قاعدة أحاول أتكلم شوي عشان عامر يسمعني. أول شيء نرحب فيك عامر، شلونك؟ تمام، شخبارك؟ طبعا عامر ما يسمعني بس يقرأ لغة الشفايف، وما ما ما تقرب بالايد لان اصلا انا ما اعرف. زين، طبعا اغلبهم ما يعرفون لغه الشفايف، ما نعرف، ما عندنا ثقافه. فلغه الشفايف هي سهله ان اقدر اتواصل مع غيري، اي لان قاعد اتكلمهم عادي طبيعي. حلو، انت الحين عامر هذه ثاني مره تقعد معي، اي ثاني مره، والحين شوي اوكي متعود عليك، تعودت على كلامي صح؟ انزين عامر، خلينا نرجع شويه ورا. اوكي، 2001 سويت العملية. اي انا سويت عملية. قول لي عنها. سنة 2001 سويت عملية زراعة قوقعة. زراعة قوقعة. اول واحد سويتها بالكويت. انت اول واحد؟ اول واحد بالكويت سوينا هذه العملية. طبعا عندي سي دي على العملية هذه عشان انا اول واحد. حلو. لاعبين متسارع الماني. فثالث العملية ما نجحت. بس بنفس الوقت كان في ثلاثة غيري ونجحوا. فشلت عمليتك انت؟ انا اول واحد ابتلت، انا مدربينها فيني. مجربينها فيك؟ ايه. انزين، رفعت قضية عامر؟ لا ما رفعت قضية. انزين، الحين طبعا عامر للاسف ما يقدر الحين يرفع قضية. انت ما رفعت. ايه. الحين انت ما تقدر الحين ترفع قضية لانه صار اكثر من 3 سنوات. ايه. وانت تبي ترفع قضيه على الوزاره؟ انا بقضيه ما ابي تعويض، ابي بس السي دي. انت ما تبي تعويض؟ انا ابي بس السي دي عشان ينقذني لما اروح علاج الخارج، تونا ما اخذ موافقه من علاج الخارج. اوكي. فهذا السي دي راح يبين معي شنو مشاكلي. لان هم تونا خطا طبي وحاسين عتب السابع وانا مثلول. ايه. اوكي؟ ايه. لان مثل هني يسد مو وايد، مو مبين علي. ايه. اوكي؟ وافقد السيطره بالحكي. لما تضحك وايد يشد. يشد وايد، وافقد السيطره بالحكي وتعبل. أوكي. وايد لما انام. اوكي. وايد. هذا كله من العمليه؟ هذا بعد العمليه، قبل العمليه ما كنت تدري. زين، قبل العمليه كنت تسمع؟ لا ما كنت تسمع عليه. ما تسمع عليه. كان مدرب زراعه قوقعه، هذه اذن صناعيه. اي. يقبلها لك. زين. الحين انت مشكلتك ان هذه اول عمليه صارت بالكويت، وانت الحين ما تبي تعويض، ما تبي ولا شيء من وزاره الصحه. ما ابي شيء. بس تبي السي دي والدراسه اللي تمت. الدراسه صح؟ اي الدراسه. وانا عمليتي مطروحه مدروسه عندهم. انزين، يعني الحين بال 2001 اكيد السي دي موجود اكيد. والله انا كل مره اطلب من عندهم مو راضي يعطوني اياه. انزين، الحين انت رحت لهم قالوا رحت حق وزاره الصحه، قلت لهم ابي السي دي. قلت لي ما فهمت. انت رحت وزاره الصحه؟ رحت وزاره الصحه. قلت لهم ابي السي دي. اي دفعت كلمتهم وقلت لهم ابي السي دي. شنو قالوا لك؟ بعدين. انزين. بعدين. ما قاعد اشوف منهم شيء. الحين ايش كثر صار لك قاعد تبي السي دي؟ يعني زمان اول امي طلبت فيه. وين؟ ما اعطوها. قد اعطى المره الموضوع العاد خارج. أيه؟ طلبته من عندهم لحين ما اعطوا لي اياه. انا تعرفت عليك عامر من السوشيال ميديا. انا تعرفت عليك. أيه؟ عرفتك من السوشيال ميديا اللي هو انستغرام. انستغرام. أيه؟ انستغرام. أيه؟ انت كنت مسوي فيديو. أيه؟ قاعد تقول ان وزاره الصحه مو راضيه تدزك علاج بالخارج ولا عندك علاج بالكويت. طلعي. انت وزاره. أيه؟ الصحه مو راضيه. مو راضيه يودونك برا. أيه؟ عشان تتعالج، وبالكويت ما في علاج. لا في علاج. في علاج. مو متخصصين حقي. مو متخصصين. لان انا ضعف خلقي. زين. وقاطعين عصب السابع، اوكي؟ فشلون تبيني اسوي عندهم طال مرة؟ انا اكيد راح اخاف. اوكي؟ وعندي اخو ثاني ما يسمع. عندك اخو ثاني؟ ما يبي يسوي عملية كلش. فعلى علم اروح برا ابي اسويها، ببين انه لازم تسويها. الحين اخوك مو مسوي عمليه بسبتك انت صح؟ في ناس وايد بعد بالكويت ما يسوون. بس هو لانه شافك فما يبي، خايف. اخوك لانه شافك ما يبي يسوي عمليه. تعقد اخوي في تل. صح. اوكي. حطني لا اوكي مثلول. اي زين، نرجع خلينا نشوف التقرير. حمسوي لك تقرير عامر، خلينا نشوف التقرير ونرجع لك. اوكي.
حلوة الصورة عامر. ايوه وايد حلوة الصورة. زين الحين عامر انت شلون يعني عشت الحين انت من 2001 ليه الحين وانت قاعد زين انت الحين من 2001 ليه الحين انت قاعد تصارع او تحارب انا طلعت فترة زين قاعد اتوب برا باليوتيوب والحين متاكد ان الطب تطور قبل كانت العمليه فتحتها كبيره حل لا الحين ثلاثة طابع ورا انزين اوكي اي فانا ودي اني اتمع لان تكون سهل علي بالتعليم بالتعليم قبل لا ندش بالتعليم أوكي. ابي اقول شيء حق الناس طبعا انزين الحين عامر للاسف يواجه مشكله يواجهها كل الاشخاص مو بس ذوي الاعاقه عندنا احنا مشكله مع وزاره الصحه ان هي ما ترضى تعطينا لا تقارير طبيه لا تعطينا شرح لحاله اي مريض ولا تعترف ان هي مسويه خطا طبي ولا ان هي مو مسويه خطا طبي ما تعطي تقارير واضحه وصريحه حق اي مريض فاحنا مضطرين الحين ان احنا نرفع قضيه حق عامر ضد وزاره الصحه ترى الريال ما يبي تعويض، الريال مجرد يبي سي دي عشان يقدر يساعده انه هو يعالج بالخارج. طبعا فتره عامر يتكلم بالسوشيال ميديا وقال ان انا ما في علاج لي والحمد لله وزاره الصحه استجابت والحين عامر بيروح المانيا، صح؟ الحين عامر ان شاء الله بيروح المانيا، بس هم قبل لا يروح المانيا هو محتاج انه ياخذ السي دي مال اول عمليه تم اجراها بالكويت بزراعه القوقعه، صح؟ زراعة شنو؟ القوقعة فيحتاج هالسي دي علشان يقدر انه هو يعالج وهالموضوع ينطبق ايضا على جميع المرضى اللي موجودين بالكويت ذوي الاعاقة او اصابات او امراض ثانية للاسف لان عامر طاف على عمليته فوق الثلاث سنوات ما يقدر يطالب بتعويض بالنسبة للخطأ الطبي اللي اصابه وفي الحين مشكلة نبي نتحكى عنها وايد غريبة واتمنى وزارة التربية تنتبه لها، هذا تابع وزارة التربية. عامر الحين انت قاعد تدرس برا بامريكا. اوكي. صح؟ تدرس بامريكا؟ اي امريكا. بامريكا. زين قاعد تدرس لغة الحين. قاعد ادرس لغة؟ لغة. اللغة اي. لغة. قول لي شنو المشكلة بالدراسة برا او بالكويت؟ شنو المشكلة؟ طيب تبدي بالكويت ولا برا؟ انا بك تقول لي انت شلون قاعد تضيع وقت؟ بدون ما قاعد تستفيد ولا شيء. اوكي انا بقول لك على الحين عمري 31 لي. حلو. اوكي. فدراعاتي طايره بالكويت او برا بالكلاس على سبيل المثال من انا بالكلاس. بالكلاس اي. قاعد تني فيلم وتبطرت على الفاضي اداوم الصبح اطلع العصر اوكي؟ اوكي. مو فاهم ولا شيء. انزين. لا 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 ما اقدر انتبه للمدرس، المدرس يتحرك يتحرك صح اترين طالب ما اقدر اوقفه اوقف يوقف اثاني اوقف اترين طالب اثاني فاهمني انا لا فانت من الصبح ليه الساعه 5 قاعد مو فاهم مو فاهم شيء مو فاهم ولا شيء قعدت التف طاقتي على الفاضي اوكي قاعد ضيع وقت وطاقه صح اطلع من بعد الدوام ايه؟ انا ادرس فانا اثاني ابيلي ايه؟ احفظ الشيء هذا ايه؟ لازم اقوله أتانا أحفظه صح يعني تبي مثال أنت تحفظين باليوم 10 كلمات لأن أنا كلمة واحدة وما أدري إن أنا قاعد أقول هذا صح ولا غلط لا أحد يسمعني يشوفني يقول أنت إيه قاعد تقوله صح ولا غلط زين عامر ما في جامعات لغة الشفايف؟ في جامعة لغة الشفايف بأمريكا حلو ولدرجة أنها بالكويت مو معترفين فيها بالكويت يقول لك يا تختار لغة الإشارة لا تاخذ لغة الإشارة وأنا أقدر أتكلم صح وأنا رايح لغة جديدة يعني هم تبيني اتكلم على اللغه الجديده ايه حطيني جامعه اللي هي عادية. اسهل خذيت جامعه عاديه وقاعد احاول فيها وقاعد اتاخر لما لدرجه وصلت ليفل 4 باقي ليفل 5 واتخرج بس وقتي قاعد على الفاضي انت الحين سنتين على الفاضي يعني بامريكا دوام من الساعه 9 للساعه 5 ما فاهم شيء اروح اخلص انا اجيب المدرسة تخصصني ومتخطط من المدرسه واتبع من ديبي عشان بس اشوفه قدامي ويكلمني لغه الاشاره شويه. يعني انت طول اليوم تدرس طول اليوم اخلص الساعه 10 بالليل هذا غير الواجبات هذا بس الشرح يفهمني ويعلمني شلون الفضة يعني المفروض الوزاره مكتب الثقافي هم مكتب الثقافي ما يرد علي كلش نهائي ولا مهملين علي. ما ادري تقول لك حتى بلغه الشفايف بالكويت ماكو ودي يدري بس مو مهتم
مو مهتم كله. مو مهتم الحين ما. المشكله راح اتكلم مع اوكي أنا الحين مشكله عامر انه هو قاعد يضيع وقته طول اليوم على اساس انه هو يقعد بمدرسه ما تمثله بصله، لا يقدر يفهم، لا يقدر يسمع، لا يقدر يشوف الشيء اللي يستوعبه هو. هو قاعد يطالب انه الدوله توفر له مدرسه تليق بمستواه، خصوصا انه هو الحين فوق مستوى لغه الاشاره، هو الرجل يتكلم بلغه الشفايف، فهو محتاج مدرسه خاصه بلغه الشفايف. طبعا لو بنتكلم قانون، الدستور كفل التعليم لجميع المواطنين، جميع المواطنين، يعني احنا قاعد نتكلم عن ذوي الاعاقه والاصحاء، فيعني يفترض ان عامر، واكيد في اكثر من حاله نفس عامر، ان هم محتاجين الدوله ووزاره التربيه بالذات ان هي تنظر بموضوع جامعات خاصه تناسب الاحتياجات اللي هو يحتاجها. كلامه جدا منطقي من باب المنطق ومن باب الدستور اللي كفل له حق التعليم. اعتقد ان وزارة التربية لازم توقف وقفة صارمة، مجلس الامة لازم ينظرون، حتى لو كان عدد الاشخاص اللي عامر يمثلهم بسيط، حتى لو كان شخص واحد، الدولة ملزومة ان هي توفر التعليم حق عامر وغيره. الدولة الحين قاعد ترسله وقاعد تبذل فلوس مجهود، وهو ايضا قاعد يبذل فلوس ومجهود بدون نتيجة. اوفر للدولة واوفر له هو ماديا ومن ناحية الطاقة انه يتم الاعتراف بجامعات ذات مؤهل جيد وتكون تخصصها لغة الشفايف. لازم نرفع قضية دستورية ضد وزارة التربية. ما ادري والله، ما عندي خلاص عندي انا ما عندي خبرة بتوالف القضايا، لدرجة ان حتى الجامعة نبتة قضوا الدكت عني، وكان في طلبة ثمان طلبة كويتيين انزين طافوني وقالوا انه توفوا واحد ما يسمع وقاعد يدرس عندنا وين وصلت هذا؟ واطلع من مدرستي اللي كان يقولون عندكم مدرسه لغه الشفايف في الكويت. انا هذا اللي بقول لك، شلون انت اخر الحين نبي نختم احنا الحلقه، انت اخر شيء كنت قايل لي ان انت تتمنى شيء وعندك رساله تقولها. ما فهمت شنو انت كنت قايل لي ان تبي رساله الحين احنا بنختم الحلقه، فقول لي شنو اللي شنو تبي تختم رسالتك فيه؟ خلينا نكمل على الموضوع. يلا كمل. التعليم اللي هي المدارس، اي يعني الحين انا قاعد اترف طاقتي على الفاضي، يبوني اروح لغه الاشاره عشان ما اتعلم انجليزي ولا اتكلم. انا الحين قاعد احاول ادور قبول لسن، في امتحان اسمه لسن. اي انت عندك مشكله بالايلز. اي اسف، معطيني مادة اسمها لسن يعني تسميع، وتكن تكن محادثة سبيكينج. اي يعني انا ما اسمع، حاطين لازم ان اسوي هالشهادة. ففي كتابة وقراءة، ريدن ووركن. اي اوكي، ريدن وقراءة وكتابة مو مشكلة، لان انا اوكي اقدر. أي. بس اللسن تبسن حاطين واحد قدامي اكاتب هذا اعيد كم مرة كم مرة. اول مرة سويتها وقضيت فيها اربعة، المفروض انا جبت ستة عشان ادرس الجامعة. اي اوكي، وهنا المعاهد ما يقدر ياخذوني عن حالتي، يقول احنا ما عندك. قلت له ابي اقدم، ابي اتعلم انجليزي. المشكله عامر الحين في احنا عندنا ثلاث نواحي، عندنا الصحه والتربيه، وعندك انت اختبارات الايز اللي واجهت مشكله. ما اليوم انا حاولت اني انقل لكم موضوع انساني بالاضافه انه هو جانب قانوني. اتمنى ان احنا وصلنا رساله عامر حق وزاره التربيه ووزاره الصحه، ومشكور عامر انك شاركتنا احنا بالقضيه مالتك، ونتمنى ان الوزارات توقف معك وانا بوقف معك من ناحيه القانونيه. ومشكور عامر على وجودك معانا، واليوم اخر حلقه، ونبارك لكم الشهر وكل سنه وانتم طيبين.